احنا اليوم في لقاء يمكننا نسميه لقاء علمي وفي نفس الوقت عملي اللي غادي نتكلموا فيه حول يعني الجهوية الموسعة ببلادنا والأشواط اللي وصلت لها، ولكن خاصة على يعني الفاعل البشري في تفعيل المنظومة الجهوية. لما أتكلم عن الفاعل البشري والعنصر البشري أتكلم عن المنتخب، أتكلم عن الموظف، أتكلم عن المواطن، أتكلم عن الجامعة وأساتذها والفاعلين والمجتمع المدني اللي عندهم اللي المشرع أعطاهم واحد دور في كل المراحل، وحتى بالنسبة يعني للصلاحيات ديال مجلس الجهة كذلك كاين واحد تدريج في تفويت الصلاحيات أخذا بعين الاعتبار العنصر البشري. وبالتالي يعني إذا كانت هناك خلاصة سابقة لأوانها للقاء اليوم، فالجهوية ستنجح بالعنصر البشري أو لا تنجح، لأن الإمكانيات اليوم أنا عندي إيمان أن إشكالية الإمكانيات المادية يمكننا نتخطوها بسرعة، لأن كاين حتى الإمكانيات الموجودة حاليا لا تستعمل بكاملها، وبالتالي اليوم الأساس ثم الأساس هو العنصر البشري. هذه الندوة كتدخل في إطار الأنشطة التي تنظمها كليتنا في إطار الانفتاح على المحيط السوسيو اقتصادي، والندوة هي ندوة افتتاحية لهذه السنة، وارتأينا أن يكون ضيف هذه الندوة الأستاذ عبد اللطيف معزوز اللي هو أولا أستاذ في رحاب كليتنا والرئيس الجديد لجهة الدارالبيضاء سطات، واختار موضوع الجهوية المتقدمة هي أولا يعني قضية موارد بشرية، والهدف هو يعني أن نبين يعني دور ومكانة الموارد البشرية في التأطير داخل الجهات وفي النهوض بالجهات من ناحية الكفاءات ومن ناحية التسيير ومن ناحية يعني مواكبة ما تقتضيه الجهوية المتقدمة من تحويل التخصصات من أو الاختصاصات من المركزية إلى الجهوية. وفي هذا الإطار تدخل هذه الندوة أولا يعني تنوير الطلبة والرأي العام بمدى تقدم الجهوية المتقدمة ببلادنا، وأيضا للرجوع إلى الأهداف المسطرة بالنسبة للجهة الكبرى اللي هي جهة الدار البيضاء السطات التي تستحوذ على حوالي ثلث يعني الناتج الاقتصادي ببلادنا، ولها من الموارد ما يمكن أن يبوئها قاطرة للنهضة الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها بلادنا.